ويسن لمنفرد وإمام وموموم تكبير في كل خفض ورفع للاتباع. فإذا هذا مسألة يعني تكبيرة الانتقالات، يعني يسن لمنفرد كذلك لإمام وموموم لكل مصل تكبير، يعني الله أكبر متى في كل خفض ورفع للاتباع، لا في رفع من ركوع بل يرفعه منه قائلا سمع الله لمن حمده. هكذا كان أولا هناك أيضا التكبير، ثم وراء مشروعية هذا القول يعني سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الركوع رأسه قصة، وراءه قصة، هذا قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هو تأخر يوما أذكر يعني لصلاة العصر بسبب اشتغاله ببعض الضيوف في بيته، وبيته يعني بعيد قليلا عن المسجد النبوي، كان يسكن في أعوالي المدينة، أعوالي المدينة يعني هو مكان بعيد عن المسجد، فإذا هو تأخر لصلاة العصر لصلاة من الصلوات، فإذا كان يخاف هل يفوته الجماعة أو لا يخاف، هكذا كان يأتي إلى المسجد. حينما وصل إلى المسجد وجد النبي والصحابة في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الصلاة، يعني ما فاتته الجماعة، فإذا ذكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلمة الحمد لله، يعني حمد الله تعالى على عدم فواته هذه الجماعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم راكيا في هذا الأثناء، في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم راكيا، حال ركوعه ذكر الصديق الأكبر رضي الله عنه قول الحمد لله، حينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من ركوعه، حينما انتقل من ركوعه، حينما رفع رأسه من ركوعه رفع قائلا سمع الله لمن حمده، معناه سمع الله يعني قبل الله، السماع بمعنى القبول، ماذا قبل؟ قبل الله من حمده، من الذي حمده؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من ذلك الوقت هذا كان مشروعا، قبله كان الله أكبر، فإذا هذا كان مشروعا أو الله تعالى شرعه، لماذا؟ للتذكير أهمية الجماعة في كل صلاة. عندما يصل المصلي إلى هذا القول يرتفع من ركوعه ينتبه هذه القصة ويرجع إلى التنبه إلى ما إلى أهمية الجماعة، الجماعة هكذا، لذلك الله تعالى شرعه. نعم. ثم ويسن مده، ثم متى يكبر في الخفض والرفع، وكذلك متى يقول هذا التسميع يعني سمي الله لمن حمده، هذا وقت الانتقال، بعض الناس يقولون بعد الانتقال ليس بعد الانتقال، وهذا تكبير للانتقال، فإذا متى يبدأ الانتقال هناك يبدأ التكبير، متى ينتهي الانتقال هناك ينتهي التكبير، هكذا. فإذا حينما يذهب إلى الركوع ماذا يفعل؟ قابل يعني الذهاب إلى الركوع وهو يبدأ كلمة التكبير الله، يعني النطق بالهمزة، أولا النطق بالهمزة ثم ابتداء الانتقال إلى الركوع، هكذا. وكذلك عندما يرتفع من السجود أولا يعني قبيل الانتقال والارتفاع، قبيل رفع رأسه من السجود، ماذا؟ هو ينطق بالهمزة من الله أكبر ثم يعني ينتقل، هكذا بيّن إمام ابن حجر رحمه الله في تحفته، هكذا في كل انتقال تكبير في كل خفض في ابتداء هويه، يعني قبيله، هكذا قال في التحفة. ثم بعد ذلك هكذا يبتدئ مع ابتداء الانتقال، ثم
يسن مده يمد هذا التكبير إلى أين؟ إلى أن يصل إلى المنتقل إليه وإن فصل بجلسة الاستراحة. يعني عندما يذهب من السجود إلى الركعة الثانية وكذلك إلى الركعة الرابعة هناك يشرع الجلسة الاستراحة، بعد ذلك يقوم ينهض. فإذا لو انفصلت هذا القيام، يعني أثناء هذا القيام والنهوض هكذا جلسة الاستراحة، فإذا لو مد من أين إلى أين؟ من رفع رأسه من سجوده إلى القيام، لو مد يكون مد طويلا. فإذا وهذا مد مشروع، لكن ينبغي أن يندبها إلى ما؟ إلى أن لا يمده فوق سبع ألفات. مد مشروع، وما ذلك؟ ينبغي أن يحترز عن تجاوز المد سبع ألفات، مقدار سبع ألفات. لو يتجاوز ماذا يفعل؟ وهو يوقف ثم يأتي بعد ذلك بالتسبيحة الأخرى، هكذا قالوا. لماذا؟ لأن السكوت غير مشروع. مثلا هكذا حينما فرغ من جلسة استراحته تم تكبيره، ثم ماذا يفعل؟ ويقول يعني سبحان الله، أو يقول لا إله إلا الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يعني يذكر شيئا من الأذكار ثم ينهض، هكذا قال. ثم وسن جهر به، أي بتكبير الانتقال كالتحرم لمن؟ لإمام، وكذا مبلغ احتيج إليه، لكن إن نويا الذكر أو والإسماع، إن نويا يعني الإمام والمبلغ، عندما يجهر بهذه الأذكار يجب هناك نية. ما هذه النية؟ النية يعني يندق بالذكر، هكذا ينبغي أن ينوي. لو أطلق فتبطل صلاته، وإلا بطلت صلاته كما قال شيخنا في شرح المنهاج. هذا عند الإمام ابن حجر، ما عند الإمام الرملي وقت الإطلاق لا يبطل، لا تبطل صلاته، بل لو نوى الإسماع فقط تبطل صلاته. يعني هو جهر بهذا التكبير، تكبير الانتقال، ونوى بهذا الجهر أنه يسمع المأمومين، فماذا يقع؟ تبطل صلاته. نعم، عند لو نوى الإسماع فقط تبطل صلاته عند الإمام الرملي وعند الإمام ابن حجر جميعا، لو أطلق فبينهما خلاف. نعم، كما قال شيخنا، قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام. يعني فيما سبق هو بلغ، لقيد المبلغ، مبلغ احتيج إليه، متى يحتاج المأمومون إلى مبلغ؟ لو لم يصل صوت الإمام إليهم، لو كان يصل صوت الإمام إليهم لا حاجة إلى المبلغ، فماذا حكم المبلغ في هذا الوقت؟ يعني هذا بدعة منكرة. ثم وكرها، نعم، وكرها أي الجهر به لغيره، غير من هو لغيره، يعني لغير الإمام، من هو غير الإمام؟ من منفرد ومأموم. مأموم يعني سبقا بينا المبلغ يجهر، المبلغ المحتاج إليه يجهر، المبلغ يكون واحد من المأمومين، لذلك هذا المأموم يقيد بغير المبلغ. فإذا مأموم غير مبلغ وكذلك منفرد، الجهر لهما مكروه. نعم، فإذا فرغنا من مسائل الركن الرابع، وبعده الركن الخامس الركوع.